اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط لدى الأطفال. التشخيص بشكل عام، لا ينبغي أن يشخص الطفل بنقص الانتباه واضطراب فرط الحركة إلا إذا بدأت الأعراض الأساسية لاضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط في وقت مبكر من العمر، أي قبل سن 12، وتسببت في خلق مشاكل كبيرة في المنزل والمدرسة بشكل مستمر. تشخيص الأطفال الصغار بمتلازمة نقص الانتباه وفرط الحركة. بالرغم من أن علامات اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط التي يمكن أن تظهر في الأطفال في عمر ما قبل المدرسة أو الأطفال الأصغر عمراً، فإن تشخيص الاضطراب في الأطفال الصغار صعب جداً، ذلك لأن المشاكل التنموية مثل تأخر المهارات اللغوية قد يخلط بينها وبين اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط. لذلك فإن الأطفال في سن ما قبل المدرسة أو الأصغر سناً والذين يشتبه في إصابتهم باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، من المرجح أن يحتاجوا إلى التقييم من قبل اختصاصي مثل اختصاصي علم النفس أو طبيب نفسي أو اختصاصي أمراض النطق أو اختصاصي في نمو الأطفال. حالات أخرى تشابه نقص الانتباه مع فرط النشاط، قد يتسبب عدد من الأمراض أو علاجاتها في ظهور علامات وأعراض متشابهة لأعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، ومن أمثلتها مشاكل التعلم أو اللغة، الأمراض المزاجية مثل الاكتئاب أو القلق، اضطرابات النوبات، مشكلات في الرؤية أو السمع، علاج اضطراب الاسترسال العقلي، المشكلات الطبية أو الأدوية التي تؤثر على التفكير أو السلوك، اضطرابات النوم وإصابة الدماغ. العلاج تشمل العلاجات القياسية لاضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط عند الأطفال الأدوية والعلاج السلوكي والخدمات الاستشارية والتثقيفية. يمكن لهذه العلاجات تخفيف الكثير من أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، لكنها لا تعالجه. قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتحديد ما هو الأفضل لطفلك. العلاج السلوكي لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. يستفيد الأطفال المصابون باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط في كثير من الأحيان من العلاج السلوكي والتدريب على المهارات الاجتماعية والتدريب على مهارات الوالدين وإسداء المشورة لهم، والتي قد توفر من قبل طبيب نفساني أو اختصاصي نفسي أو اختصاصي اجتماعي أو غيرهم من متخصصي الصحة العقلية. قد يشكو بعض الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط من أمراض أخرى مثل اضطراب القلق أو الاكتئاب. في هذه الحالات قد تساعد الاستشارة كل من اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ومشكلة مصاحبة ما. تتضمن أمثلة العلاج: العلاج السلوكي، يمكن للمعلمين وأولياء الأمور تعلم استراتيجيات تغيير السلوك مثل أنظمة المكافآت الرمزية والمهلة للتعامل مع المواقف الصعبة. التدريب على المهارات الاجتماعية، هذا يمكن أن يساعد الأطفال على تعلم السلوكيات الاجتماعية المناسبة. التدريب على مهارات الأبوة والأمومة، هذا يمكن أن يساعد الآباء على تطوير طرق لفهم وتوجيه سلوك طفلهم. العلاج النفسي، يتيح ذلك للأطفال الأكبر سناً المصابين باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط التحدث عن المشكلات التي تزعجهم واستكشاف أنماط سلوك سلبية وتعلم طرق التعامل مع أعراضهم. العلاج الأسري، يمكن أن يساعد العلاج الأسري الآباء والأشقاء في التعامل مع ضغوط الحياة مع شخص مصاب باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط. تحدث أفضل النتائج عند استخدام نهج الفريق، حيث يعمل المعلمون وأولياء الأمور والمعالجون والأطباء معاً تثقيف نفسك عن اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط والخدمات المتاحة. اعمل مع معلمي طفلك وأحلهم إلى مصادر موثوقة للمعلومات لدعم جهودهم في الفصل. العلاج المستمر، إذا كان طفلك يعالج من اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، فيجب عليه مراجعة الطبيب بانتظام حتى تتحسن الأعراض إلى حد كبير، ثم عادة كل 3 إلى 6 أشهر إذا كانت الأعراض مستقرة. اتصل بالطبيب إذا كان طفلك مصاباً بأي آثار جانبية للأدوية مثل فقدان الشهية أو صعوبة في النوم أو زيادة التهيج، أو إذا لم تتحسن أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط لدى طفلك كثيراً في العلاج الأولي. نمط الحياة والعلاجات المنزلية، نظراً لتعقيد اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط وتفرد كل حالة من حالات الإصابة باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، فمن الصعب تقديم توصيات تتناسب مع جميع الأطفال، ولكن قد تفيد بعض من الاقتراحات التالية في توفير بيئة يستطيع طفلك النجاح فيها.
الأطفال في المنزل. قدم لطفلك قدراً كبيراً من الحب والعطف. يحتاج الأطفال إلى سماع أنهم محببون ومقدرون. من الممكن أن يؤثر التركيز على الجوانب السلبية من سلوك طفلك على علاقتك بطفلك ويضرها، كما يمكن أن يؤثر على ثقته وتقديره لنفسه. إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في تقبل الإشارات اللفظية للحب والعطف، فيمكن أن تقدم له ابتسامة أو تربث على كتفه أو تعانقه. ابحث عن السلوكيات التي يمكنك من خلالها الإطراء على طفلك بانتظام. ابحث عن سبل لتحسين تقديره لذاته. إن الأطفال المصابين بمرض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط عادة ما يبلون بلاء حسنا في المشروعات الفنية أو الموسيقية أو دروس الرقص أو فصول الفنون القتالية. فاختر الأنشطة بناء على اهتماماتهم وقدراتهم. إن الأطفال جميعا يكون لديهم مواهب واهتمامات خاصة يمكن تعزيزها، والنجاحات البسيطة المتتالية يمكن أن تساعد في بناء تقدير الطفل لذاته. استخدم كلمات وتوضيحات بسيطة عند إعطائك توجيهات لطفلك. تحدث ببطء وبهدوء وكن محدداً للغاية. اعطي توجيهاً واحداً في المرة الواحدة. توقف وتواصل مع طفلك بالأعين قبل إعطائه الأوامر والتوجيهات وأثنائها. حدد المواقف الصعبة. حاول أن تتجنب المواقف التي تكون صعبة على طفلك، كالجلوس خلال العروض التقديمية الطويلة أو التسوق في مراكز التسوق والمتاجر حيث تكون الأشياء المعروضة أمامه هائلة. امنح طفلك مهلات مناسبة ولا تعاقبه إلا بعواقب معقولة لتأديبه. ابدأ بالأسلوب المتسم بالحسم والمحبة في الوقت نفسه، والذي يكافئ فيه السلوك الجيد ويبعده عن السلوك السلبي. لابد وأن تكون المهلات قصيرة إلى حد ما، وفي الوقت نفسه تكون بالقدر الكافي من الطول الذي يجعل الطفل يستعيد تحكمه في نفسه. تتمثل الفكرة هنا في قطع الطريق على السلوك الخارج عن السيطرة والتحكم به. من المتوقع أن يقبل الأطفال نتائج الاختيارات التي يتخذونها. علم طفلك النظام. ساعد طفلك على تنظيم دفتر للمهام اليومية ومذكرة للأنشطة التي يجب أن يقوم بها، واحرص على أن يكون لديه مكان هادئ للمذاكرة. قم بتجميع الأشياء الموجودة في غرفة طفلك وخزنها في أماكن واضحة، وضع عليها علامات توضحها. حاول أن تساعد طفلك على أن يحافظ على البيئة المحيطة به منظمة وغير مكدسة. حافظ على إعداد جدول منتظم للوجبات وفترات الراحة وأوقات النوم. يواجه الأطفال المصابون بمرض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط صعوبة في تقبل التغيير والتكيف معه. استخدم تقويماً كبيراً لوضع علامات على الأنشطة الخاصة القادمة والأنشطة اليومية التي يقوم الطفل بها. تجنب عمليات التحول المفاجئة من نشاط إلى آخر، أو على الأقل حذر الطفل منه. شجعه على التفاعل الاجتماعي. ساعد طفلك على تعلم المهارات الاجتماعية من خلال تصميم التفاعلات الإيجابية مع الزملاء وإدراك قيمتها ومكافأته عليها. اجعله يمارس عادات حياتية صحية. احرص على حصول طفلك على قدر من الراحة. حاول ألا تجعل طفلك يصبح منهكا للغاية، لأن الإرهاق غالبا ما يزيد أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط سوءا. من الضروري أن يتبع طفلك نظاما غذائيا متوازنا من أجل نمو صحي، وعلاوة على فوائده الصحية، فإن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لها أثر إيجابي على السلوك عندما تضاف إلى خيارات العلاج. الأطفال في المدرسة. تعرف على كل ما يمكنك معرفته بشأن اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط والفرص المتاحة لتساعد طفلك على النجاح. أنت أفضل المؤيدين لطفلك. اسأل عن برامج المدرسة. تحدث إلى معلمي طفلك. تواصل عن كثب مع المدرسين وادعم جهودهم المبذولة في مساعدة طفلك في الفصل. احرص على أن يراقب المدرسون عمل طفلك ويقدمون له تقارير إيجابية، علاوة على تحليهم بالمرونة والصبر في التعامل معه. استفسر منهم حول مدى وضوح التعليمات والتوجيهات الخاصة بهم. الطب البديل. هناك القليل من الأبحاث تشير إلى أن علاجات الطب البديل يمكن أن تقلل من أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط. قبل التفكير في أي تدخلات بديلة، تحدث مع طبيبك لتحديد ما إذا كان العلاج آمناً أم لا. بعض علاجات الطب البديل مجربة ولكن لم تثبت علمياً بعد، تشمل اليوغا أو التأمل. ممارسة روتين اليوغا بانتظام أو تقنية التأمل والاسترخاء قد تساعد الأطفال على الاسترخاء وتعلم الانضباط، مما قد يساعدهم على التعامل مع أعراضهم، أي اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط. الوجبات الغذائية الخاصة. تتضمن معظم الأنظمة الغذائية التي يتم الترويج لها على أنها مناسبة للحالة.
التخلص من الأطعمة التي يعتقد أنها تزيد من فرط النشاط مثل السكر والمواد المثيرة للحساسيات الشائعة مثل القمح والحليب والبيض. توصي بعض الأنظمة الغذائية بتجنب تلوين الأطعمة الصناعية والمواد المضافة. حتى الآن لم تجد الدراسات علاقة ثابتة بين النظام الغذائي وتحسن أعراض مرض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، على الرغم من أن بعض الأدلة القصصية تشير إلى أن تغييرات النظام الغذائي قد تحدث فرقا لدى الأطفال الذين يعانون من حساسية معينة لبعض الأطعمة. يمكن أن يكون لاستخدام الكافيين كمنشط للأطفال المصابين بمرض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط آثار محفوفة بالمخاطر ولا ينصح به. مكملات الفيتامينات أو المعادن. في حين أن بعض الفيتامينات والمعادن من الأطعمة ضرورية لصحة جيدة، لا يوجد دليل على أن الفيتامينات أو المعادن التكميلية يمكن أن تقلل من أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط. الجرعات الكبيرة من الفيتامينات أو الجرعات التي تتجاوز الحصة الغذائية الموصى بها يمكن أن تكون ضارة. المكملات العشبية. لا يوجد دليل يشير إلى أن العلاجات العشبية تساعد في علاج هذا المرض، وبعضها قد يكون ضاراً. معلومات ذات ملكية. هذه هي منتجات مصنوعة من الفيتامينات والمغذيات الدقيقة وغيرها من المكونات التي تباع كمكملات علاجية ممكنة للأطفال الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط. لم يجرى لهذه المنتجات سوى القليل من الأبحاث وأحياناً لا تجرى من الأصل، وهي معفاة من إشراف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مما يجعلها غير فعالة أو ضارة. الأحماض الدهنية الأساسية. هذه الدهون التي تشمل زيوت الأوميغا 3 ضرورية للمخ لكي يعمل بشكل صحيح. ما يزال الباحثون يحققون فيما إذا كانت هذه الأحماض قد تحسن أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط. تدريب الارتجاع العصبي. يسمى أيضاً الارتجاع البيولوجي، ويركز الطفل في هذه الجلسات على مهام معينة أثناء استخدام آلة تظهر أنماط موجات المخ. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كان هذا يجدي نفعاً. التأقلم والدعم. إن رعاية الطفل المصاب باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط يعد أمراً صعباً بالنسبة لأفراد العائلة بأكملهم. قد يشعر الوالدان بالسوء إزاء سلوك طفلهم، وكذلك إزاء الطريقة التي يستجيب بها الآخرون لهذا السلوك، كما أن الضغط الناجم عن التعامل مع الطفل المصاب باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط يمكن أن يؤدي إلى نشوب خلافات زوجية. كذلك يمكن أن يزداد تعقيد تلك المشكلات نتيجة للعبء المالي الذي يمكن أن يشكله اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط على العائلات، كما أن أبناء الطفل المصاب باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط يمكن أن يكونوا مصابين بصعوبات خاصة، ويمكن أن يتأثروا بأخ أو أخت كثير المطالبات أو يتسم بالعدوانية، ومن الممكن أن يحصلوا على القدر الأقل من الاهتمام نظراً لأن الطفل المصاب باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط يحتاج إلى القدر الأكبر من وقت الوالدين. أساليب التكيف. يلاحظ الكثير من الآباء أنماطاً في سلوك طفلهم وكذلك في استجابتهم لهذا السلوك. قد تحتاج أنت وطفلك إلى تغيير بعض السلوكيات، لكن استبدال العادات الجديدة بالعادات القديمة يتطلب الكثير من العمل الشاق. كن واقعياً في توقعاتك للتحسين، سواء فيما يتعلق بحياتك أو حياة طفلك. ضع مرحلة نمو طفلك في الاعتبار، حدد أهدافاً صغيرة لك ولطفلك، ولا تحاول إجراء الكثير من التغييرات دفعة واحدة. ابقى هادئاً وكن مثالاً جيداً يحتذى به. تصرف بالطريقة التي تريد أن يتصرف بها طفلك. حاول أن تظل صبوراً ومسيطراً حتى عندما يكون طفلك في حالة يصعب السيطرة عليها. إذا كنت تتحدث بترو وهدوء، فمن المرجح أن يهدأ طفلك أيضاً. استمتع بقضاء وقت مع طفلك. ابذل جهداً لقبول وتقدير الجوانب المختلفة في شخصية طفلك التي ليست صعبة المراس للغاية. واحدة من أفضل الطرق للقيام بذلك هي ببساطة قضاء بعض الوقت معاً. يجب أن يكون هذا وقتاً دون تشتيت الانتباه من الأطفال أو البالغين الآخرين. حاول أن تولي طفلك بشكل يومي انتباهاً إيجابياً أكثر من الانتباه السلبي. ابذل ما في وسعك لإقامة علاقات أسرية صحية. تلعب العلاقة بين جميع أفراد الأسرة دوراً كبيراً في إدارة أو تغيير سلوك الطفل المصاب باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، وغالباً ما يجد الأزواج المقربون إلى بعضهما البعض سهولة في مواجهة تحديات تربية الأبناء أكثر من هؤلاء الذين لا تربطهم علاقة وطيدة. من المهم أن يخصص الزوجان بعض الوقت لتوطيد علاقتهما. امنح نفسك وقتاً للراحة بين الحين والآخر.
لا تشعر بالذنب لقضاء بضع ساعات بعيداً عن طفلك. ستصبح والداً أفضل أو ستكونين أماً أفضل عند الحصول على الراحة والاسترخاء. لا تتردد في طلب المساعدة من الأقارب والأصدقاء. تأكد من أن جلسات الأطفال أو القائمين على رعاية الآخرين على دراية باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط وأنهم بالغين بدرجة كافية للقيام بهذه المهمة. على الرغم من صعوبة الوقاية من المرض، تكاد تكون مستحيلة في حالة توفر أكثر من عامل خطورة، إلا أنه توجد بعض الطرق التي قد تقلل نسبة الإصابة به، ولكن لا توجد دراسات كافية تثبت فعاليتها. حماية الطفل أثناء الحمل أو في السنوات الأولى من عمره من التعرض لأي ملوثات بيئية كالرصاص أي طلاء الجدران المحتوي عليها والزئبق والمبيدات الحشرات، تجنب التدخين خاصة أثناء الحمل سواء للأم أو الأب، أو حتى التواجد في أماكن يكثر فيها المدخنون. المفاهيم الخاطئة: الاضطراب هو مجرد عذر للوالدين لتدليل أبنائهم والتعذر لسوء تصرفاتهم. الحقيقة هناك أطفال لا تظهر عليهم أعراض الاضطراب بالرغم من تلقيهم نفس المعاملة، وهناك أبحاث درست حالة أطفال متبنين ولكن أحد الوالدين البيولوجيين الأصليين مصاب بالاضطراب، وعلى الرغم من تربيتهم وتواجدهم مع أهالي غير مصابين إلا أن الأعراض ظهرت عليهم. أسباب حدوث الاضطراب هي سوء التربية، الصدمات العاطفية، الإدمان على الأجهزة الإلكترونية وألعاب الفيديو، مشاهدة التلفاز لساعات طويلة، قلة النشاط البدني، حساسية الأطعمة، تناول السكريات والمضاعفات الغذائية بكثرة. الحقيقة الاضطراب هو اضطراب عصبي بيولوجي ينتج عن وجود اختلال كيميائي في الناقلات العصبية، وقد يكون سببه وراثيا، ولكن ما ذكر من سوء تربية أو بالأحرى إهمال الوالدين للطفل وإدمان لألعاب الفيديو وغيرها قد تزيد حدة أعراض الاضطراب ولكنها لا تسببه. الأدوية المنشطة تسبب الإدمان. الحقيقة تعد الأدوية المنشطة من العلاجات الآمنة نسبيا ولا تسبب الإدمان.